شكرا لك سيد الرئيس. الرحم على زميلنا. طبعا فيما يتعلق بهذا المقترح، كنت قد طلبت في العديد من المرات بحل المجلس الوطني التأسيسي، وكنت مقتنعا بذلك أشد الاقتناع. واليوم بعد ما جاءت خريطة الطريق اللي أعطت إمكانية لأن المجلس الوطني التأسيسي تنحصر أساسا الأعمال متاعه في هيئة الانتخابات، والمصادقة على الحكومة حكومة توافقية وإنهاء الدستور، أرى وأنه وبناء على أن المهام المقبلة تنحصر أساسا في القانون الانتخابي وهيئة الحقيقة والكرامة وهيئة مناهضة التعذيب، فإنه من الأجدى والأحرى أن ينهي المجلس الوطني التأسيسي أعماله على أقصى تقدير في أجل 3 أشهر من تاريخ المصادقة على هذا الدستور، وأن يمضي كل أحد من هؤلاء النواب إلى حال سبيله، وإلى حين أن يرجع ليعطي الأمانة إلى المجلس القادم. ولا مجال لوجود ولا داعي لوجود النواب هنا، خاصة وأن المرحلة القادمة هي مرحلة متاع حملات انتخابية يكون فيها النواب عندهم أسبقية وعندهم امتيازات تمكنهم أنهم يكونوا مميزين على باقي أبناء الشعب، لنجم يكونوا عندهم نوايا باش يترشحوا في المجلس النيابي القادم. ثم ما أريده قوله كذلك، وأن هذا المجلس الوطني التأسيسي الذي أخل أيما إخلال بمهمته الرقابية تجاه الحكومات المتعاقبة، أكانت حكومة جبالي أو حكومة العريض، ولم يتمكن البتة من مراقبتها، ولم يتمكن البتة من تصحيح المسارات، ولذلك انحرف عن مهمته الأصلية والأساسية، وكان بإمكاننا إنهاء الدستور في مدة سنة. ولذلك أرى من الأجدى والأحرى أن ينهي المجلس الوطني التأسيسي أعماله في أقرب الأوقات، ويكون 3 أشهر أجل أقصى لكي ينهي ما تبقى له. وشكرا لكم على هذا الانتباه، وأرجو أن تصوتونا في هذا الاتجاه، وشكرا لكم. أن مبرر وجود المجلس ما يزال قائما ومهامه لم تنتهي بعد، والحاجة إليه تبقى ملحة. إن إنهاء مهام المجلس لا يحقق أي مصلحة للبلاد وللثورة وللمسار الانتقالي. شكرا. لم يتحصل هذا المقترح سوى على 35 صوت نعم، 20 محتفظ، و124 لا.